والله أعلم. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون بها. الأنعام، هل هي الأنعام الثمانية أو الأنعام المراد بها الإبل خاصة؟ في الأصل الأنعام تطلق على الأنعام الثمانية. قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وهي ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، قال تعالى: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، جمل وناقة، ثور وبقرة، كبش ونعجة، جدي وعنز. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وأحيانا تطلق الأنعام على الإبل على وجه الخصوص فهي أعظمها. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة. كما قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. وكما في الآية الأخرى: مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظر كيف يخرج اللبن، المطعوم واحد، المطعوم واحد، برسيم مثلا تأكله الناقة، ولكن بعد كيف يتفرع هذا البرسيم؟ جزء منه تسمن به الناقة فيكون لحما، ويكون منه الدهن أيضا، وقسم منه يكون منه اللبن، وقسم منه يكون منه البول، وقسم منه يكون الرغاء، وقسم منه يكون الزبل، والمطعوم واحد. فسبحان الله، لا تقل مصنع، أي مصنع يصنع هذا؟ أي مصنع في الدنيا كلها يصنع هذا؟ تدخل مطعوما واحدا كالبرسيم يخرج لك كل هذا منه. وليس البرسيم، ادخل الذرة نفس الشيء، يخرج لك اللبن على جانب، لبنا خالصا سائغا للشاربين، يخرج البول من مجراه، يخرج الزبل من مجراه، اللحم ينبت، كل الدهن ينبت، الرغاء، اللعاب. سبحان من خلق. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وليس في نمائها أو نموها فقط، بل في أبصارها وسمعها وهيئتها. وإذا نظرت للإبل تجد لها خصالا، إذا نظرت للخيول لها خصال أيضا، الخيول خصال. والذين يشتغلون في هذا يقولون أحيانا تكون الفرس فرس أنثى، والحصان في غرفة مجاورة للأنثى. إذا دخلت عند الفرس أنثى وخرجت عند الحصان بعدها، وشرة هناك أحصنة عندها حاسة قوية، تعرف أنك خرجت من عند الأنثى وعندها غيرة شديدة ترفصك وتكاد أن تقتلك. وأحيانا إذا دخلت عند الأنثى وهي فرس ورآك الحصان ليستمر في الضرب والطرق والهيجان إلى أن تخرج من عند هذه الأنثى. مخلوقات، سبحان من أودع في بعضها الغيرة، كما ترون تصارع الديك من أجل السيطرة على زريبة حظيرة الدواجن، وحيوانات بها الدياثة كالخنازير عياذا بالله. الأنعام لنا فيها عبرة في كل شيء، في خلقها، في صبرها، في تحملها، في نمائها، في نموها، في موتها، في حياتها، في كل شيء. في زيارة قريبة لمصنع من مصانع الأخشاب، إذا بالرجل الذي يصنع الأخشاب، المرشد الذي يرشدني، أتني بشجرة مقطوعة من النصف، هذه الشجرة عمرها 23 سنة. كيف عرفت عمر الشجرة؟ كل لفة من اللفات التي في
وسط الشجرة، الشجرة فيها قلب ولا حوله، لفات من الداخل، كل شجرة كل لفة تعني سنة. فسبحان الله العظيم، استدل أهل الزراعة بها على عمر الأشجار. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. استحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. من المنافع الكثيرة كما قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فسبحان من سخر لنا هذه الإبل التي يقودها الطفل الصغير من أبنائنا، ولا يستطيع هذا الطفل أبوه أن يقود فأرة، أن تسحب فأرة تقودها كيف شاءت، أبدا ما تسلم لك، ولا تستطيع أن تسخرها ولا تذللها إلا بعد عناء شديد. أما الناقة الطفل الصغير يقودها، ولو شاء الله للفظته برجلها أماتته في الحال، كما نرى فلان وقصته دابته، ناقة هاجت فقتلت كم شخص فزللها الله سبحانه وتعالى، كما قال: ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. بارك الله فيكم، بهذا القدر نجتزئ.